وقفنا بالمحاضرة السابقة عند الفينوس ساينس، وذكرنا أن الفينوس ساينس هي عبارة عن space between the two layer of dura mater اللي هي الاندوسيال layer والمينينجيال layer. ذكرنا أن الدورا ماتر هي تفت فايبرو كولاجينوس outer layer أو outer membrane of the meninges، وتكونت من تو لاير اندوستيال اللي تحت السكال والمننجيال، وهذه التو لاير فيوز توجذر عدا في مناطق معينه سيبريتد تعمل لنا الفينوس ساينس. وذكرنا انه الفينوس ساينس انواع من البيرد ساينس او السنجل ساينس، واهم هذه الساينس اللي ركزنا عليها اللي كافيرنا ساينس واللي راح نتناولها بهذه المحاضره ان ديتيل نظرا لاهميته. نلاحظ انه هوني هذه الفوسة اوف السكال، نشوف انه بيها الانتيرير فوسة والميدل والبوستيرير فوسة، هذا السفينويد بون وهذا الجريتر وينج اوف ذا سفينويد بون. لاحظ انه هذا هو الكافيرنس ساينس، فاذا هو من نوعية البيرد ساينس located on two side on or on each side of the sphenoid or in the body of the sphenoid bone. It's a small sinus about 1 to 2 cm in length. يمتد من ال end of the superior orbital fissures إلى ال apex of the petrous bone. هذا ال petrous of temporal bone. وهو نفس ال venous sinus أيضا هو عبارة عن separation of the two layer of dura mater، هو space between the periosteal and meningeal layer. ال two cavernous sinus connected together من خلال ال interconnecting أو ال intercavernous sinus اللي هما يمتدون بين ال cavernous sinus على الجهتين. طبعا هذولي roofed by the diaphragma cella اللي هي الفولد اللي ذكرناها اللي احد الفولد of the of meningeal layer of dura mater. نلاحظ relation of of cavernous sinus ليش مهم؟ لاحظ ال relation مالته superiorly related to the optic chiasma، medially related to the pituitary gland which is located in the sulla torsica body of the sphenoid bone، وأيضا related to the sphenoid air sinus، laterally related to the temporal loop of the cerebral hemisphere، وأيضا related to the trigeminal ganglia of mandibular division of cranial nerve رقم 5. The content of the cavernous sinus give it the importance. داخل cavernous sinus نلاحظ أنه يعبر أو يمر the internal carotid artery والabducens nerve، هذا الصغير الabducens nerve. In the lateral wall passes four nerve which supply the extraocular muscle of the eye. اللي هي مرتبين، الأول واحد هو الكرينيال نيرف رقم 3 اللي هو الأوكلوموتور، تحته التروكليير اللي هو كرينيال نيرف 4 fourth كرينيال نيرف، والأوبثالميك ديفيجن أوف ترايجيمينال، وتحته الماكسيلري ديفيجن أوف ترايجيمينال نيرف. فأي infection أو dilatation أو thrombosis بهذا venous sinus أول شيء affected the nerve and artery which passed to it، فيعمل احتمال paralysis، يعمل CVA لأنه هذا الارتري احتمال يصير بينه obstruction، ويعمل CVA أو يعمل obstruction للمناطق اللي يزودها. بالإضافة إلى ذلك إذا صار بينه dilatation ممكن يعمل compression لهذه الـ relation المهمة medially أو laterally أو superiorly. هذه صورة توضح الـ relation، هذه من فوق superiorly optic nerve أو optic chiasma، عندنا medially pituitary gland، تحت الـ pituitary عندنا sphenoid air sinus، وعندنا laterally temporal، وهي الـ content of the cavernous sinus اللي هي الـ internal carotid والabducens والـ oculomotor trochlear وophthalmic maxillary nerve.
التريبيوتري اوف ذا كافيرنس ساينس، منين يجينو الدم او منين يجمع البرانج او الفين اللي تصب بالكافيرنس ساينس. اول شيء عندنا السوبيريور وانفيريور اوبثالميك فين، هذه السوبيريور وانفيريور اوبثالميك فين هي وحده من التريبيوتري اوف ذا كافيرنس ساينس. الفيشيال فين عن طريقين، اما عن طريق الانجولار ارتري اللي هو يمر الى يفتح بالسوبيريور اوبثالميك، او عن طريق الديب فيشيال اللي ينتهي بالبتيريكود، والبتيريكود هي وحده من الدرينج مال الكافيرنس ساينس. هذه البتيريكود فينا، بتيريكود فينا ساينس. من ايضا من التريبيوتري اوف ذا السفينوبارايتال ساينس، ايضا يفتح بالكافيرنس ساينس. ايضا يستلم فين من البيس اوف ذا برين، ممكن ان تجينو تريبيوتري من البيس اوف ذا برين. بالاضافه الى ذلك هذه الاي السنترال ريتينال ارتري يعبو من الريتينا عن طريق الاوبتيك كانال وينتهي بالكافيرنس ساينس، فاذا امبورتنت تريبيوتريز موجودين بالكافيرنس ساينس. هذه ايضا صوره اخرى توضح التريبيوتري والدرينج، هذا الفيشيال فين سوبيريور وانفيريور اوبثالميك، وعندنا السنترال ريتينال اوف ذا فين والفروم فين فروم ذا بيس اوف ذا برين، وعندنا السفينو بارايتال ساينس. ونلاحظ ايضا هذه التو كافيرنس ساينس واكو كونكشن بيناتهم انتيريور وبوستيريور عن طريق الانتر كافيرنس او بلكسس. اذا لاحظ انه بعد ما تجمع البلد بالكافيرنس ساينس وين راح يكون الدرينج مالته، راح يكون عن طريق عن طريقين، اما انفيريرلي الى البتيريكو فينوس بلكسس عن طريق اميشيري فين اللي تتعبه خلال الفورامين لاسيرم او اوفالي، طوح على البتيريكو فينوس بلكسس اللي هي بالانفرا تيمبورال فوسا، او الدرينج مالته بوستيريرلي الى اما يروح على السوبيريور بيتروسال ساينس او الانفيريور بيتروسال ساينس. السوبيريور بيتروسال ساينس الدرينج، ما نلاحظ هذه الصوره تبين بوضوح الدرينج، هذه التريبيوتري هي الاوبثالميك فين فيشيال، وهذا السفينو بارايتال اللي يعني يكون على امتداد الجريتر وينج اوف ذا سفينويد، وهذا التو كافيرنس وبيناتهم انتيريور بوستيريور كونكشن. الدرينج الانفيرير هوني بهذه الصوره ما مبين، بس لان يكون للاسفل فيروح على البتيريكويد. عندنا الواضح هوني هو البوستيريور درينج، بوستيريور درينج اما راح يكون يسحب الى السوبيريور بيتروسال ساينس، والسوبيريور بيتروسال ساينس راح ينتهي بالمنطقه التقاء السيجمويد مع الترانسفير ساينس، ومثل ما نعرف أنه السيجمويد هو يفتح بالإنترنال جاكيولار فين. والطريقة الثانية هو الإنفيريور بيتروزال ساينس اللي يمشي بالبتيريجو بالبيترو أوكسيبيتال جروف اللي موجودة بالسكال، ويفتح بالبلب أوف ذا إنترنال جاكيولار فين. ذكرنا انه الكافيرنس ساينس مهم لانه احتمال الانفكشن والثرومبوسيس منه راح تؤدي الى ريزلت وخيمه اللي هي باراليسيس اوف ذا اكسترا اوكولار مسل، ممكن ان تؤدي الى سي في اي نتيجه الاوبستراكشن اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري. زين منين يجينو الانفكشن بالنسبه للكافيرنس ساينس؟ نلاحظ ذكرنا بالتريبيوتري والدرينج ماله انه اكو فت كونكشن بتوين مع الاوتسايد، خاصه مع هذه المنطقه اللي نسميها دينجروس اريا اوف ذا فيس اللي هي بتوين ذا تو كورنر اوف ذا ماوث وتشمل البريدج اوف ذا نوز. هذه المنطقه لان من خلال هذه المنطقه اكو كونكشن بين السوبيريور اوبثالميك مع الكافيرنس ساينس، وايضا الفيشيال عن طريق اما الانجولار او الديب فيشيال عن طريق الابتيريكويد بلكسس، ايضا اكو كونكشن. فاذا صار اصابه او انفكشن بهذه المنطقه ممكن ان تنقل عن طريق السوبيريور او الفيشيال او الابتيريكويد وتدخل الى داخل الكافيرنس ساينس، ومن دخلت الى هون راح تعمل ثرومبوسيس وانفكشن بالكافيرنس ساينس، وممكن افكت ذا نيرف اند ارتري ويتش باس ثرو ات.
ايضا عندنا مناطق اخرى ممكن ان ينقل من خلال هذا الدايجرام، يبين منين احتمال يجي الانفكشن للكافيرنس ساينس ويبين اهميته، انه من الفيس، من النوز، من البارانيزال ساينس، من الاوربت احتمال تنقل من السوبيرير والانفيرير اوبثالميك، من الفيس احتمال تجي من الابتريكود فينس بلاكسس، من البيس اوف برين اذا كان اكو برين ابسس او منينجايتس ممكن ان تنقل عن طريق الفين وتدخل الى الكافيرنس ساينس. ايضا في حاله الماستويد ابسس او الاوتايتس ميديا ممكن ان تنقل هذه عن طريق السوبيرير انفيرير بيتروزال ساينس اللي ايضا هي وحده من الدرينج من الكافيرنس تدخل الى الكافيرنس ساينس. فاذا من كل هذه المناطق ممكن ان تدخل انفكشن، تعمل انفكشن للكافيرنس ساينس وبالتالي ثرومبوسيس اور سبريد اوف ذا انفكشن. ذكرنا ايضا ايميشري فين. ايش نقصد بالايميشري فين؟ الايميشري فين هو ككونكتينج بارت، هو يعتبر كفين واصل بين الفينس ساينس او الفين ان ذا انر سايد اوف ذا سكال والفين اوتسايد ذا سكال. اي سكال يعبو خلال البون ويوصل الفين اللي هي تحت السكال او انسايد السكال مع الفين اللي اوتسايد نسمينه ايميشري فين. الايميشري فين فالفليس فين وينقل البلد بالتو دايركشن، فيعمل اكوليبريم بين ذا انسايد اند اوتسايد ذا بلد بالفين انسايد واوتسايد ذا سكال. راح يدخل خلال السكال من خلال فتحات نسميها الايميشري اوبننج، واللي شفتها وقت ما درستم السكال شفنا كثير بها فتحات صغيره سميناها الايميشري اوبننج، وهذه الايميشري ذكرنا انه يدخل منها الايميشري فين. طبعا الايميشري فين كثيره، ممكن انه تاخذون فد 2 أو 3 كمثال على الايميشري فين، واللي أهمها هي السوبيريور أوبثالميك اللي ذكرناه. نلاحظ أنه هذا السوبيريور أوبثالميك يربط الأوبثالميك اللي هي الأوتسايد ذا سكال مع يدخل من خلال السكال ويجي على الكافيرنس ساينس، فإذا نعتبره إيميشري فين. أيضا البارايتال إيميشري فين، هذا البارايتال إيميشري فين يكونكت ذا فين أوتسايد ذا سكال مع الفين اللي إنسايد ذا سكال. والماستويد إيميشري هذا الماستويد ينقل أو يربط الفين أوتسايد مع الفين إنسايد أو الفينوس ساينس إنسايد ذا سكال. وبهذا هذه الكونكشن يعني إيكويلايز ذا بريشر فينوس بريشر إن ذا إنسايد أند أوتسايد ذا سكال. انتهينا من الديورا ماتر وطبقاته والفينا ساينس الموجوده، نجي على الطبقه الثانيه من المننجس اللي هي الاركنويد ماتر. الاركنويد او نسميها العنكبوتيه. ليش سميناها العنكبوتيه او اشنو صفاتها؟ اول شيء نلاحظ هذا الدايجرام، نلاحظ انه هذه السكالب كلها السكالب وتحت السكال اللي هو البون، وتحت البون راح يجينا الديورا ماترس اللي هي تو لاير فيوز توجذر عدا مناطق الفينوس ساينس سيبريتد. تحت الديورا ماتر راح تجينا هذه المنطقة الشفافة ترانسبيرنت افاسكولار ممبرين اللي نسمينه الاركنويد سبيس، ويبعث مثل الستراند بينه وبين البايوماتر، ولهذا يسموها الاركنويد ماتر. نلاحظ انه السبيس اكو سبيس بين الاركنويد وبين الديورا ماتر نسميها السب اركنويد سب ديورا لانه تحت الديورا، فهي سب ديورا السبيس. واكو اي انذر امبورتنت سبيس بتوين ذا اركنويد سبيس وبتوين ذا بايوماترز، هذا السبيس نسمينه سب اركنويد سبيس. اتس امبورتنت لانه يعني سيركوليت انيت السيريبروسبينال فلويد بالإضافة إلى البلد فيزلز كل اللي تزود البرين المفروض تمر خلال هذا السبيس. بنميز هذا الأركنويد ماتر أنه
في مناطق معينة، خاصة المناطق اللي بيها الفينوس ساينس، تعمل بنتريشن للديورا ماتر اللي فوقه وتخترقها وتعمل فينجر لايك بروجكشن نسميها الأراجنويد فيلاي. من تجمع أكثر من فيلاي نسميها الأراجنويد جرانيوليشن. هذه الأراجنويد جرانيوليشن وظيفتها الأساسية هي لدرينج of the CSF من الصب أراجنويد إلى الفينوس سيركوليشن، يعني تعمل تقلل أو تعمل درينج مال CSF من السبيس، من هذا السبيس، وتخلينه بالفينوس سيركوليشن حتى لا يزيد الضغط مال السي اس اف داخل البرين. هذه الاركنويد جرانوليشن موجوده تقريبا بكل الفينوس ساينس، يعني بارتيكولرلي ان ذا سوبيريور ساجيتال ساينس. اكثر ساينس بينه هذه الجرانوليشن هو السوبيريور ساجيتال ساينس. نلاحظ هذا الدايجرام يوضح لنا هذه المنطقة، هذا الخط الفوق، هاي السكال، تحت السكال مباشرة الجورة، هذا الخط الأحمر هو الأراكنويد والخط الأخضر هو البايماترز. نلاحظ أنه بين الأراكنويد وبين البايماترز هي الصب أراكنويد سبيس اللي بيها الـ CSF سيريبروسبينال فلويد، وأيضا موجود الأرتري أو البلود فيزلز تمر بخلال هذا الأراكنويد سبيس، صب أراكنويد سبيس. كل الأرتري اللي موجودة تمر خلال هذا الصب أراكنويد سبيس، لأنه فائدته أنه خلال الكونتراكشن وريلاكسيشن مع الأرتري تعمل موفمنت بالسيريبروسبينال فلويد، وبهذا تبريفنت ذا ستاجنيشن of the fluids so it prevent the infection of the fluid. يعني احنا نعرف انه اي سائل يبقى راكد احتمال يصير بينه infection، كذلك CSF اذا بقى راكد يصير بينه infection، فخلال هذه contraction مال blood vessels يعمل movement بال CSF فيمنع stagnation of the CSF. ايضا نلاحظ هذه البروجكشن اللي موجودة من الأراكنويد عم تطلع داخل الفينوس ساينس اللي سميناها الأراكنويد جرانوليشن، وذكرنا أن وظيفتها هي الدرينج of the CSF. The last layer of meninges هي البايماترز، هذه طبقة الأراكنويد من نشيلها راح تطلع تحت منطقة البايماترز. البايماترز هي highly delicate, highly vascular membrane closely invest the surface of brain، يعني تكون فوق السطح مال السيريبرال، فوق السيريبرام، فوق السيريبرام، كلها تغلفها بشكل محكم وتتبع الجايراي والسلكاي إلى العمق، ما تمتد إلى العمق مال السلكاي. بالبرين البايماتر صح تنطينا ديريفيتيف نسميها التيلا كورويدا. اشني التيلا كورويدا واشني فائدته؟ اذا تذكرون التوبوغرافي اوف برين بالمحاضره الاولى ذكرنا انه السيريبرام بينه كافيتي، وهذا الكافيتي او كله البرين بينه مناطق كافيتي، هذه الكافيتي تحتوي على سي اس اف، والموجود بالسيريبرال هيمسفير هو اللاترال كافيتي بتوين ذا تو ثلاماي هي الثيرد فينتريكل، واللي موجود بالهند برين هي الفورث فينتريكل، فهذا هو الفورث فينتريكل جبتونه كمثال. نلاحظ انه الفورث فينتريكل هذا الهند برين اللي هو الميدولا اوبلينجاتا والبونز، ومن الخلف محاط بالسيريبيلم، هون السيريبيلم راح يكون، وهو يكون تنت شيب، هذا الفورث فينتريكل. انا ما مشكلتي بالفورث فينتريكل، انا مشكلتي بالديريفيتيف اوف بايوماترز، انا جبتونه حتى اوضح الديريفيتيف اوف بايوماترز. البايوماترز من تصل الى اي فينتريكل راح تعمل مثل الفولد، نسميها الفولد من البايوماترز، هذه فولد من البايوماترز. احنا نعرف انه الفينتريكل كله يكون مبطن من الداخل نوع من الخلايا نسميها ابيندايمال سيل، اللي هي نوع من السبورتيف سيل اوف برين اللي هي نيوروغليال سيل، لان احنا ذكرنا انه البرين ما بينه كونكتيف تشو وانما بينه سبورتينج سيل سميناها نيوروغليال سيل،
وحده من هذه النيوروجليال هي الابندايمال سيل. الابندايمال فقط موجوده بالفنتريكل، باي فنتريكل، باللاترال، بالثيرد، بالفورث، كل الفنتريكل موجود بها ابندايمال سيل تبطنه. فمن تجي تدخل هذه الفولد اوف بايو ماتر، تدخل الفنتريكل راح يغلفها من الخارج السيل اوف فنتريكل اللي هي الابندايمال سيل. الابندايما مع الفولد اوف بايوماتر نسميها تيلا كورويدا. داخل هذه الفولد يدخل برانش من الارتري نسمينه كورويدال ارتري. من يدخل بهذه نسمينه كورويدال ارتري. طبعا هذا احتمال يجي من الانترنال كاروتيد، من المننجيال، من المننجيال ارتري، ممكن من ديفرنت سورس. من يدخل الى التيلا كورويدا نسمينه كورويدال ارتري. الارتري اللي هو الكورويدال ارتري مع الفولد اوف بايوماتر مع الابندايما، يعني بمعنى اخر الارتري مع التيلا كورويدا، كلها اسميها الكورويدال بلاكسس. اشني فائدتها هذه الكورويدال بلاكسس؟ الكورويدال بلاكسس هي ريسبونسبل فور سيكريشن اور برودكشن اوف ذا سي اس اف ان ذا فنتريكل. فإذا نلاحظ أنه السكريشن راح يكون عن طريق واحد من الطرق اللي تفرز السي اس اف هي الكورويدال بلاكسس، والدرينج مالته عن طريق الاركنويد اللي ذكرناها بالاركنويد جرانيوليشن. انتهينا من المننجس. هسه راح ناخذ النيرف الانرفيشن اوف ذا مننجس. المننجز يجيها different nerve من different branch، يعني يجيها meningeal branch من الانتيرير وposterior ethmoidal nerve اللي هم branch من الophthalmic، يجيها meningeal branch من المaxillary، يجيها meningeal branch من المandibular division اللي سميناه nervus spinosum. هذول المننجيال كلهم يعني معناته بمعنى آخر من الترايجيمينال نيرف. أيضا يجيها مننجيال برانش من السباينال نيرف اللي هو سيرفايكال C1 إلى C3، تدخل عن طريق الفورامين ماجنم أو مع الهايبوكلوسال نيرف. المين بلد سبلاي اوف ذا مننجز أيضا عن طريق انتيرير وميدل وبوستيرير مننجيال ارتري اللي أيضا تجي من ديفرنت سورس. الانتيرير مننجيال ارتري يجي من الانتيرير اثمويدال ارتري. الميدل اند الاكسسوري مننجيال من الماكسيلري ارتري. البوستيرير مننجيال ارتري ممكن ان يجي من الاكسيبيتال، ممكن ان يجي من الفيرتيبرال او الاسندينج فرانجيال، فهاف ديفرنت سورسز. الفينوس درينج مال المننجس هي ميرور تو ذا ارتري، نفس الارتري الفينوس درينج. The last subject in this lectures is the important area in the skull and the weakest area which may be fracture during any trauma, and this area called pterion. هذه الأريا مهمة لأنه منطقة ضعيفة تتكون by represented the meeting of four bone اللي هي الفرونتال، بارايتال، temporal و sphenoid bone، the greater wing of the sphenoid bone. تتكون هذه المنطقة اللي هي عبارة عن edge shape area، weak area. Any trauma may lead to the fracture in this area. زين، وإذا عملت fracture، الfracture هون مهم لأنه هذه المنطقة it related to important structure. نلاحظ أنه هذا الارتري اللي هو الميدل مننجيال ارتري اللي هو برانش من الماكسيلري ارتري، من يصل إلى ينطي برانجين اللي هو الفرونتال والبرايتال اريا. الفرونتال برانش من الميدل مننجيال يمر بمنطقة تحت البتيريون اريا، تحت البتيريون اريا. فاذا اكو فراكتشر بهذه المنطقه ايش راح يصير؟ راح يصير انجوري تو ذيس ارتري.
من يصير انجري راح يصير بليدينج ويتجمع البلد تحت السكال، يعني بين السكال بين الديورا ماتر، راح يكون لنا كولكشن اوف بلد نسمينه هيماتوما، لانه هذه الهيماتوما تتجمع فوق الديورا فنسميها اكسترا ديورال او ابيديورال هيماتوما. زين اشني الضرر من هذه الهيماتوما؟ نلاحظ انه البرين هوني تحت السكال، هاي شلنا نحن السكال تبين البرين، هذه السيريبرال هيمسفير. السيريبرال هيمسفير تنقسم بواسطة سلقاي إلى ملتيبل فانكشنال أريا. الفانكشنال أريا المهمة اللي عندنا أنه هذه من الوسط راح ينزل سنترال سلكس، راح نتكلم عنه وقت ما ناخذ السيريبرال هيمسفير. السنترال سلكس هذا راح يقسم السيريبرال هيمسفير إلى منطقة أمام السلكس سميها الموتور أريا أو البري سنترال أريا وبرايمري موتور أريا، اللي هي responsible for motor innervation of the whole body. المنطقة اللي خلفه هي السنسوري أو السنسوري أريا اللي responsible for sensory innervation of the whole body. احنا البتيريون ويني؟ البتيريون هذه المنطقة، يعني تقابل لي هذه المنطقة، معناته إذا أكو هيماتوما راح تعمل compression على الموتور أريا، ولأن الموتور أريا بالبرين represented upside down، يعني lower part of the body راح يكون upside down، يعني lower part والمنطقة البرينيوم وآخر شيء يعني lower part، ف upside down يعني الأسفل، يعني بالعكس راح يكون ال representation مع الموتور أريا بصورة مقسومة بصورة مقلوبة، يعني lower extremity فوق والupper extremity جوا وبين الترنك، هكذا راح تصير ال representation. فمن يصير عندنا هيماتوما احتمال راح تعمل compression بهذه الاريا وتعمل weakness بأي منطقة يصير بها compression، احتمال منطقة الأبر، احتمال منطقة الهيد والنيك، في أي منطقة يصير بها compression، هذا طبعا اللور لأن اللور بعيد تكون بالأبيكس هوني، فتكون هوني هذه هذه الهيماتوما. على الرغم من أنه يعني الإفكت ماله كثير، أيضا علاجه كلش سهل، وممكن أنه واحد يتلافى permanent damage to brain أو permanent compression to the brain. السيرجن ممكن بسهولة أنه يفتح السكال فتحة صغيرة ويعمل drainage لهذه الهيماتوما وتنتهي المشكلة، بس إذا بقت أو neglected راح تؤدي إلى permanent neurological defect. هذه هي الimportant of the الimportant of pituitary area. شكرا جزيلا.